الخطوة الأولى تجميع مكونات الصحن وربطها مع المحرك اللاقط الصحن محرك اج مع مراعاة أن يكون الصحن والذراع والمحرك على استقامة واحدة. المحرك راح يكون وضعية الصفر، ونلاحظ انه ذراع المحرك وذراع الصحن واللاقط على خط واحد. بالنسبة لربط الصحن مع ذراع المحرك راح يكون تقريبا منتصف الذراع، تأمين الصحن بأربع براغي على ذراع المحرك. بالنسبة لوضعية اللاقط راح يكون صفر الحلقة مع صفر اللاقط على استقامة واحدة. بالنسبة للصحن ستار ماكس حسب دليل المستخدم لازم تكون مسافة بين الحلقة وبداية اللاقط 3 سنتيمتر. هذا بالنسبة لوضعية اللاقط. راح أثبت اللاقط وانتقل لتركيب الصحن. الخطوة الثانية بعد تجميع الصحن مع المحرك نقوم بتثبيت قاعدة المحرك، قاعدة المدرجة بزوايا تمثل اللاتيتيود، تثبت على عمود معدني، ممكن تثبيته على جدار أو على قاعدة على الأرض. شروط ضبط أو تثبيت هذا العمود المعدني هو شاقولية هذا العمود جميع الاتجاهات. هو الخطوة تأكد من شاقولية العمود جميع الاتجاهات. واللي يسأل عن طريقة الربط راح يدخل العمود بين القفيص وبين القاعدة، عند القفاص 2، تحاول تثبت البراغي وتشدها بحيث تسمح حركة بسيطة للقاعدة حول العمود. راح نستخدمها بعدين ضبط الاتجاه الصحيح لقمر الوسط. نثبت قاعدة المحرك على العمود المعدني الموزون شاقوليا مسبقا، ونوجه قاعدة المحرك إلى الجنوب حسب البوصلة. بالضبط لازم تكون القاعدة متجهة للجنوب حسب البوصلة، وأيضا القاعدة حال العمود
لازم تكون موزونة عموديا بالنسبة لهالاتجاه والنسبة هذا الاتجاه أيضا. والخطوة التالية هي تركيب الصحن والمحرك على القاعدة وضبط زاوية اللاتيتيود. الآن تثبيت أو ربط المحرك والصحن مع القاعدة. بهذا الشكل راح يكون برغي بهذا الموضع، برغي آخر راح ينطي الحركة حسب الزاوية. البرغي الأول ثابت، البرغي الثاني يسمح بالدوران على الزاوية. والجهة الأخرى نفس الطريقة، أيضا برغي ثابت وبرغي متحرك. بعد تثبيت البراغي إن شاء الله نكمل الشرح. بعد ربط الصحن والمحرك بالقاعدة نبدأ بتحريك الصحن إلى الزاوية 36 اللي هي قيمة اللاتيتيود للمنطقة المتواجد بها. كل واحد حسب الشرح السابق ممكن يستخرج قيمة اللاتيتيود أو خط العرض. بعد ضبط هذه الزاوية نثبت البراغي لمنع الحركة وننتقل للخطوة التالية. ثبتنا البراغي والزاوية على 36 درجة بالنسبة للاتيتيود خط العرض. القاعدة موزونة شاقولية ومتوجهة للجنوب حسب البوصلة. ننتقل إلى ربط الكيبلات بين اللاقط والمحرك والرسيفر، وبعدها إلى توجيه المحرك لالتقاط الأقمار وقوس الأقمار. الكيبل الأول يربط اللاقط مع فتحة اللاقط المحرك. فتحة الأخرى اللي مكتوب عليها REC هي خاصة بربط كيبل الرسيفر. إذن كيبلين، الأول من فتحة LMB إلى اللاقط، الكيبل الآخر من فتحة REC إلى الرسيفر، وأيضا محرك يحتوي على أزرار. الأول هو للتوجيه إلى الشرق،
يعني لما تكون خلف الصحن راح يتوجه الصحن إلى جهة اليسار، مفتاح آخر اللي هو ويست أو الغرب، لما تكون خلف الصحن راح يتوجه الصحن إلى اليمين. بالنسبة للزاوية الخاصة بالصحن إذا كانت غير معروفة فأقل جهد أنه تحاول يكون خط الصحن وليس الذراع، خط الصحن يكون مع هذا الخط موازي لخط الذراع ولو بشكل تقريبي، تحاول أن يكون خط الصحن موازي لذراع المحرك. هذه آخر خطوة في ربط المحرك، ربط اللاقط. راح ننتقل إلى ربط المحرك بالرسيفر والتقاط قوس الأقمار. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا في الجزء الثاني من شرح نصب وتركيب منظومة محرك HH. في هذا الجزء بعد أن أكملنا الجزء الأول لتجميع الصحن واللاقط والمحرك، كذلك تثبيت قاعدة المحرك على عمود موزون بواسطة الوزان بزاوية 90 مع الأفق، وأيضا ضبط القاعدة شاقولية القاعدة زاوية 90 مع الأفق بواسطة الوزان، وتوجيه القاعدة باتجاه الجنوب حسب البوصلة. الجزء الأول ثبتنا المحرك المرتبط بالصحن مع القاعدة وضبطنا زاوية اللاتيتيود اللي استخرجناها من تطبيق في الشرح السابق. ثبتنا البراغي على الزاوية المطلوبة، وجهنا القاعدة والمحرك موجه على الصفر، القاعدة والمحرك والطبق باتجاه الجنوب حسب البوصلة. الآن ربطنا المحرك مع الرسيفر وراح نبدي نوجه على القمر الوسيط اللي هو بالنسبة لهذا الشرح القمر التركي تركسات 42 شرق. راح ادخل اختار القمر التركي واختار اقوى تردد اللي هو 12015 افقي على 27500. لاحظ انه على الضبط المبدئي للطبق باتجاه الجنوب وخط الصحن يكون أو الصحن يكون موازي تقريبا لذراع المحرك، فظهرت إشارة لأن الفرق بين الجنوب حسب البوصلة وبين القمر التركي درجة واحدة، وراح نضبط الإشارة أو قبل ما نضبط الإشارة راح نروح لاختيار بوزيشنر سيتنج
بعد ما دخلت الاعدادات الموجه بوزيشنر راح اختار بوزيشنر يو سيلز، راح ادخل قيم لونجيتيود واللاتيتيود حسب الارقام اللي استخرجناها من تطبيق الاندرويد السابق. بعدين دخلنا البيانات بالنسبة للقمر التركي، حاليا الصحن مضبوط على الصفر متجه للجنوب اللي افترضناه بواسطة البوصلة. ظهرت عندي إشارة لأن الفرق قليل بين الجنوب والقمر التركي، وراح اختار جوتو. الصحن اتحرك باتجاه اليمين من الجنوب اللي هو قيمة اللونجيتيود اللي هو 43 الى 42 فرق درجة، اتحرك درجة باتجاه اليمين. فالان ضبطنا اعدادات موجه للقمر التركي على اليو سيلز اللي هو نظام محرك الاج اج، وتحول الصحن الى الاتجاه 42 شرق. فدائما الاقمار اللي تكون قيمتها اقل من قيمة اللونجيتيود للمنطقة اللي متواجد بيها راح يتجه الصحن الى اليمين. اذا كان اتجاه القمر اعلى من قيمة اللونجيتيود الصحن راح يتجه لليسار، دائما هاي قاعدة، واعلى ارتفاع واقصى ارتفاع للصحن راح يكون عند اللونجيتيود اللي هو بهالحالة 43. اكو ما اعتقد يكون 44 36 40 41 حسب. فاعلى ارتفاع راح يكون عند اتجاه الصفر اللي هو 43. بالنسبة للتركي الصحن راح ينزل مقدار بسيط، يتحرك اليمين وينزل، وكل ما يتجه نحو قيمة اقل الى ان يصل صفر شرق بعدين يعبر للغرب راح يبقى ينزل الصحن. خلينا نشوف إشارة التركسات 100% بالنسبة لأقوى تردد اللي هو عليه قناة NTV. بالنسبة لأضعف اللي هو 11,054 عمودي على 30,000 راح يكون 100%. إذن حاليا القمر التركي أو القمر الوسيط إشارة ممتازة. راح نختبر يمين ويسار القمر الوسيط، فناخذ أقمار قريبة. بالنسبة لجهازي مثبت الأقمار مع اتجاهاته مع قنواته، راح اختار اليوتلسات 36 باتجاه اليمين، دائما القيمة الأقل راح يتجه يمين. راح يتحرك الصحن، صارت عندي إشارة، راح اختار قمر باتجاه اليسار اللي هو القمر الأذري 46 شرق قناة CBS Sport، ايضا إشارة 100%. راح اختار قمر ابعد باتجاه اليسار اللي هو قمر تركمان 52 شرق قناة بارزيتش، اشارة ممتازة. ارجع لاتجاه اليمين، اروح قمر بدر 26 شرق، ملاحظة لما تختار قناة بقطبية
عمودية أو vertical راح يتحرك الصحن بسرعة بطيئة، بينما تختار قناة بقطبية أفقية أو edge راح يتحرك الصحن بسرعة أعلى أو المحرك بسرعة أعلى. نشوف الإشارة 100%. أيضا بالنسبة للأسترا 19 دائما تحاول تفحص الإشارة على قناة مفتوحة. إشارة ممتازة بالنسبة ليوتيلسات 13. بالنسبة للأوروبي الهوت بيرد 13 أيضا إشارة ممتازة بجلسات 9. أسترا 4 القمر البلغاري 4 ما ممكن. بالنسبة لاموس إشارة ممتازة قمر تيلستار. آخر شيء عندي هيسبسار. بما أن القمر هو أبعد قمر عن المنتصف فممكن
تصحح إشارة قمر الهسبسات، بعدين ترجع تأكد من قمر الوسط والأقمار الأخرى اللي بينهم، وممكن تعلي الإشارة أعلى من 55 إذا كنت من متابعي قنوات الرياضية على الهسبسات، أو ممكن تركها على الإشارة الحالية والاكتفاء بالأقمار اللي تكون قريبة من قمر الوسط. فيحتاج أو تحتاج المنظومة بعض التعديلات من ارتفاع ودوران حتى تضبط كل الأقمار اللي تكون على قوس الأقمار. هنا الهسبسات ممكن ترفع الصحن أو تخفض الصحن حول برغي الزاوية العمودية، أو ممكن تغير المحور إلى أن ينطيك إشارة قوية. خلينا نحاول. وصلنا إشارة 73، نشوف قنوات سبورت البرتغالية. ارجع الباقي الأقمار.
أيضا نتأكد من أقمار الشرق بالنسبة للأذري 100%. قمر التركماني يا سات، قمر الإيراني يحتاج تعديل للأقمار البعيدة، مثلا هذا القمر 90 شرق. نشوف الآسيا سات 100.5 شرق. أيضا يحتاج تعديل للأقمار البعيدة. والحالة تحريك عمودي أفقي، إما دوران محرك أو ارتفاع الصحن وانخفاضه خلال هذا البرج أو هاي الزاوية. هذا شرح بسيط للمبتدئين أو اللي يرغبون باقتناء وشراء منظومة. ما عنده معلومات عن طريقة النصب أو صعوبة أو سهولة النصب، فهذا شيء مبدئي أو شرح مبدئي. أتمنى أن يكون مفيد وواضح. إن شاء الله كنا عد حسن ظن متابعين القناة. تقديم الشيء البسيط والمعلومة الواضحة. شكرا لكم، لا تنسون الاشتراك في القناة ودعم القناة ليصل. وهذا ان شاء الله اول فيديو في القناة، راح يكون بداية لمجموعة من الشروحات والحلول لتسهيل وحل مشاكل المتعلقة بالساتلايت بصورة عامة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.